هذا سائل يقول: يقول البعض إنه من الواجب عند الرد على أهل البدع ذكر حسناتهم مع سيئاتهم ويسمونها موازنات، فهل هذا صحيح؟ هذا ما هو برد، هذا مدح لهم. إذا ذكرنا حسنات أهل البدع هذا مدح لهم، ما هو برد. الواجب أنه يرد عليهم، وأما حسناتهم ما علينا من هذه، عند الله ما ندري عنها، حنا نثبت لهم حسنات، الله هو اللي يثبتها إن كان لهم حسنات ونحن ما نعلم، لكن نبين الأخطاء التي وقعوا فيها فقط. نعم.